كنا نتوقع ثورتنا قبلهم كلهم حقيقي يعني. كنا نتوقع أن ثورة في اليمن بتكون قبل الآخرين، لكن سبقونا وحصل ما حصل. والله في الحقيقة أنا في حينها كنت أدرس في الأكاديمية العسكرية كلية الحرب، يعني كان قبلي 3 أشهر تقريبا أو 4 أشهر. تفاجأت بالأمر من رئيس عبد الله صالح عبر وزارة الدفاع أن أخرج من الأكاديمية وأتحرك إلى سفيان، لأنه اللواء اللي أنا أتبعه وأنا كنت يومها أركان حرب اللواء 72 المحسوب على حرس الجمهوري. فتفاجأت أنه في صدرت أوامر إلى الأكاديمية العسكرية يبلغوني أتحرك إلى سفيان إلى مقر عملي، وتحركت نفذت التوجيهات وتحركت إلى مقر عملي. بعد يومين يعني خلال 24 ساعة مش يومين خلال 24 ساعة صدرت توجيهات إلى قيادة المحور بقيادة بن علي الجايفي بإرسال كتيبتين من الوطن 72 إلى صنعاء لتعزيز دور الفرقة في حماية العاصمة وحماية ساحة التغيير. فكان من نصيبي كان فيه يعني أمر أنه يتحرك مع الكتيبتين عمليات اللو اللي كان ولاءه مضمون لعلي عبد الله صالح. أيه لكني اعترضت لأنه أنا أعرف أنه حيستخدم ضد الثوار، فعارضت وقلت أنا من حقي أرجع إلى صنعاء لأني أنا أدرس في صنعاء وأنا عندي دورة وخرجوني من الكلية. لابد إذا كان لابد أن يتحرك كتيبتين من اللواء 72 إلى صنعاء يجب أن أكون أنا أتحرك. وأصريت وتدخل علي الجايفي وأقنعهم في صنعاء، أقنع علي عبد الله صالح وأقنع وزارة الدفاع أنه أنا أتحرك بالكتيبتين. فتحركت بكتيبتين قوامها 650 فرد طبعا إلى صنعاء. وصلت إلى مقر الفرق الأولى مدرع، لأنه الأمر إلى الفرق الأولى مدرع. أيوه وصلت إلى الفرق الأولى مدرع طبعا بعد جمعة الكرامة. بعد جمعة الكرامة أيوه وصلت إلى الفرق الأولى مدرع. بلغت قائد الفرق الأولى مدرع قائد المنطقة العسكرية الثالثة سابقا الشمال الغربية سابقا اللي هو اللواء علي محسن صالح بأنه أنا وصلت. فقال لي نسق مع وزارة الدفاع واستلم الساعة. هذا كان قبل انضمام علي محسن؟ قبل انضمام علي محسن بيومين. نعم أنا لم أعرف شيء حقيقة، أنا جئت يعني أنا عسكري، أنا عسكري مهني أنفذ توجيهات وأنفذ أوامر عبر وزارة الدفاع. التقيت بالعمليات الحربية الساعة 8 ليلا بعد ما وصلت، نزلت إلى الساحة سلم يعني استطلعنا جميع المنافذ منافذ الساعة في ساحة التغيير، وأخذت الأعداد المتواجدة في منافذ من الأمن المركزي والحرس الجمهوري والشرطة وأي منفذ، أخذت الأعداد على أساس أنه أنا أنزل من قوتي العدد الكافي لهذه. نعم تقريبا الساعة 12 في الليل كملنا الاستطلاع ورجعت إلى المعسكر، سلحت جزء من القوة لأنه كان معي سلاح قليل اللي أعطيته معي من عمراء من سفيان، لأنهم كانوا مش مسلحين كلهم مجندين ما لهم إلا يمكن 8 شهور من يوم تجندوا. سلحت جزء منهم والساعة 5 فجرا استلمت جميع منافذ الساحة من الأمن المركزي والحرس الجمهوري وتقريبا النجدة ما عدا شارع العدل كان باستلام اللواء الرابع التابع للفرقة لم أستلم فقط. ثم بدأنا في العمل طبعا حيوا الثوار بالعسكر اللي هم يتصوروا أنهم تبع الفرقة، تمام هم ليش تبع الفرقة، هم الحرس الجمهوري هم اللواء 72 مشاه اللي تابع في يعني حقيقة الحرس الجمهوري، لكن احنا اللي شرفنا على تجنيد هؤلاء الشباب. والشباب اللي كانوا معي اللي اديتهم من سفيان كان تجنيدهم كان تجنيد حزبي حقيقة،
جندهم على عبد الله صالح وجندهم المؤتمر الشعبي العام. يعني تجنيد من عند المراكز التعليمية الانتخابية بالمراكز، يعني كل مركز انتخابي أدى مجموعة عبر مشايخ وعبر أشخاص تبع المؤتمر الشعبي العام. لكن بفضل الله يعني وبتعاملي معهم كانوا متأثرين بي، وكانوا يحموا الساحة وصورة علي عبد الله صالح وولده على صدورهم، وفي نفس الوقت هم محمد الساحة نتيجة التأثير الشخصي. استلمت أنا ما أنا طبعا لم يقول لي علي محسن أي شيء، ولم يشعرني علي محسن أنه بينضم إلى الثورة. يعني أنا نفذت توجيهات، مسكت الثورة حقيقة. استبشروا الثوار واستبشروا الشباب التغيير في الساحة، يعني استبشار رهيب، ويحببونا على رؤوسنا ويقبلونا ويستقبلونا، ويعني شعرت يعني حتى فعلا دمعت عيني في 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 حينها حقيقة يعني للتأثير. طبعا أنا أول يوم أقرب الساحة ولا أنا أدرس ما قربت الساحة خالص ولا جت الساحة، لأني أنا كنت في دراسة وفي نفس الوقت عسكري، كنت أترك المجال هذا إلى الشعب. بعدها اليوم الثاني مباشرة تفاجأت بإعلان اللواء علي محسن صالح بانضمامه إلى الثورة. ونزولا عند رقبة زملائي وأبنائي من منتسب المنطقة العسكرية الشمالية الغربية والفرقة الأولى مدرة، والذي أنا واحدا منهم، أعلن نيابة عنهم دعمنا وتأييدنا السلمي لثورة الشباب السلمية ومطالبهم. يعني كانت لي مفاجأة، وكنت يعني وضعت في موقف محرج جدا، لأنه ما كانش تنسيق ولا إيش يفعل، يعني هناك عسكر بيروحوا، هناك ضباط بيعرضوا هناك، لكن يعني درت على العسكري في جميع المنافذ وكنت معهم واضح وصريح. قلت طبعا أنا بعدها رغم أن علي محسن لم يشعرني أبدا، ولم يقول أنا بضم، ولم يقول أنت بفعل ولا أفعل، لكن اتخذت قرار على طول من رأسي أنه أنا برضو مع الثورة، أنا برضو مع التغيير. أنا طبعا مع الثورة أصلا بس بدون إعلان، ما يعني ما فيش ما يدعي أني أعلن. فأعلن علي محسن، طبعا أنا ما أعلنت انضمامي، لكني أنفذ توجيهات وجيت حماية للساحة، وقلت ودرت على الجنود إلى كل منفذ وجمعتهم، وقلت إحنا اليوم مع الشعب، إحنا اليوم مع التغيير، إحنا اليوم مع الثورة، وبالتالي من أراد منكم أن يبقى مع الثورة ومع انضمام علي محسن الأحمر إلى الثورة أهلا وسهلا، ومن يريد أن يذهب إلى المكان الآخر فيشعرني ولا مانع. تمام. فكان هذا الخطاب مع الجنود مع الضباط له تأثير قوي. فطبعا في أفراد ذهبوا وفي ضباط ذهبوا، لكن في الحقيقة الأغلب يعني 90% بقيوا معي طبعا بالتأثير شخصي. والله بقيوا وصور علي عبد الله صالح وابن علي عبد الله صالح على صدورهم، لكنهم بقيوا حماية للشعب وآمنوا بالفكرة، يعني آمنوا بالفكرة، وكانوا من أرجل الشباب اللي شاهدتهم هؤلاء العسكر حقيقة. صح كانت تحصل منهم غلطات، وكنت أعاني من مشاكلهم بينهم بين الثوار بعض الأحيان، ومشاكلهم بينهم بين الآخرين، لأنهم كلهم شباب ناشئ وشباب صافي وشباب يعني، وكانوا يعني من أروع الشباب حقيقة. فالحمد لله يعني مرت مسكنا الساحة طبعا، وحصلت مشاكل ومسيرات، وأعطيتهم تعليمات وقلت لهم إحنا أي اعتداء على الساحة نقاتل، أي اعتداء على الساحة يجب أن نقاتله، إحنا نذهب نقاتل أحد، لكن إذا أحد اعتدى على الساحة سنقاتله من ما كان، سواء كان من الفرقة، سواء من الحرس، سواء من الأمن. ما كنا نتصدى لها بصدورنا حقيقة، ولعل الأفلام موجودة والصور موجودة تشهد ذلك. يعني عدة مرات واجهنا الأخوة في الأمن المركزي وفي الحرس الجمهوري ورجعناهم، يعني بعض الأحيان بالتفاهم، بعض الأحيان بالقوة، بعض الأحيان بالاشتباك. والحمد لله يعني مرت فترة صعبة جدا، لكن استطعنا أن نحمي الساحة بقدر الإمكان. لم نستطع نحميها، لكن خففنا
خففنا، لكن كانت المسيرات هي التي تؤذى، لأن احنا لا نستطيع أن نحمي المسيرات. كانت المسيرات تخرج من إطار الساحة. كانت أمنيتنا، أمنية الشعب اليمني، أمنية الشباب، أمنية القادة، أمنية السياسيين، بأنه العقول والحكمة اليمنية أنها بتتغلب، وأن السلمية سوف تتغلب على العنف. لكن للأسف يعني عن جهية الحاكم عندما يتسلط وخلاص يصبح كل شيء ملك له، لا يمكن أن يستسلم للسلمية. وفعلا علي عبد الله صالح ما استسلم للسلمية أبدا، إلا بعد ما رأى القوة أنها موجودة، وانضمام الجيش، كثير من الجيش والأمن والحرس الجمهوري إلى الثورة، وآمن بأنه إذا لم يستسلم بالسلمية سيستسلم بالقوة، وبالتالي لجأ إلى التفاوض. لم يكن استسلام تقريبا، طبعا مسلم بس استسلم للتفاوض، هو ما كان يريد أن يتفاوض أبدا، وكان في رأس أنه يجب أن يجمع هذه الثورة حتى يعني يبقى في السلطة. لكن عندما آمن أنه إذا لم يصل إلى حل سينتهي بالقوة، لجأ إلى الأخوة في الخليج، ولجأ إلى الأخوة في مجلس التعاون الخليجي، وإلى كثير من الزعماء العرب، وتوسطوا. الثوار وقادة الثوار من حرصهم أيضا على الشعب اليمني وأن لا ترجع إلى حرب أهلية، يعني أنصاعوا أيضا إلى التفاوض وإلى الصلح حرصا على الشعب اليمني. ولا حقيقة كنا قادرين حقيقة، وكان الحرس الجمهوري اللي يقولوا الناس أنه مع عبد الله، كان الحرس الجمهوري وكان فيه التنسيق، وكنا قادرين أن احنا نحسم الموضوع بالقوة عندما تستد الأبواب. لكن القوة لا بد لها من تضحية، ولا بد لها من ندخل في حرب، ولا بد من يعني استسلمنا للتفاوض وللصلح، وكان ما كان. ولكن للأسف أنها رجعنا إلى المربع الأول وتحاربنا من جديد. والله الثورة كلها مواقف حقيقة، مواقف عاطفية كلها، ومواقف محزنة كلها، وخاصة عندما كانوا يتصرفوا الأخوة في الأمن المركزي وفي القناصين من الأخوة في الحرس القوات الخاصة، كانت تحصل يعني مآسي. يعني نرى الأطفال، شوف أكثر ما كان يأثر فينا عندما نرى الأطفال والنساء يعني تسفك دماءهم في الشوارع حقيقة. يعني كان لها تأثير على قلوبنا، وكنا نقتنع بالقتال. كان هذا الموقف تقنع أننا نقاتل. طبعا الموقف الأصعب والأصعب هو كلها مواقف صعبة، لكن عندما خرجت مسيرة من مسيرات عبر شارع الزراعة، وصلت إلى جولة الكهرباء، ما كنا نتوقع أبدا أن هذاك الصلف والقوة والهستيريا بتقابلهم حقيقة. وكنا طبعا قريب منهم، الحزام الأمني في الجولة نفسها، في جولة يتصور أنهم أطلقوا الرصاص بجميع العيارات وبدون رحمة على السلمية، على المقاومة السلمية. ما فيها، إحنا ماسكين أنفسنا في متارسنا حول الساحة، وخلاص من تعدى الساحة ولو متر خلاص ما عاد لنا دخل، وكنا نتركه. لكن في هذاك الموقف يعني أثر فينا، خاصة طبعا أنه الأخوة الثوار راحوا إلى جولة كنتاكي، إلى عند قيادة الحزام الأمني حقهم التابع للأمن المركزي والحرس الجمهوري، وقالوا يا جماعة احنا بنمر مسيرة سلمية من جولة الكهرباء، ونرجع وندخل من تحت الجسر، ونمر مع شارع الزبيري إلى جولة أصر، ثم نعود مع الستين ونرجع إلى الساحة. أبوا إلا أن يرجعوا، الثوار أبوا إلا أن يمشوا. تمام. أنت كنت شاهد أحداث القاع؟ كنت شاهد رؤوس تتطاير بالقذائف، لكن حقيقة أجبرنا على التدخل، واشتبكنا في هذاك الواقع، وتحركنا من أماكننا ودخلنا إلى جولة كنتاكي بالقوة أيضا، بقوة السلاح، ودخلنا إلى المنشآت، يعني مكتب تبع مؤسسة الطرق والجسور، كانت فيها طقوم، كانت فيها كذا تبع الأمن المركزي، دخلنا واستولينا عليها، واستولينا على جولة كنتاكي، وطردنا الأمن المركزي من كنتاكي بالقوة، لأنه
يعني ما يقارب 70 شهيد خلال ساعات. أجبرنا أن احنا نتدخل والحمد لله تدخلنا وفعلا وصلنا إلى جوة كنتاكي وتجاوزنا جوة كنتاكي. لكن دائما الحريص تقع في رأسه الحريص على يعني علي محسن تدخل وقال أوقفوا عندكم، لأنه رأى أنه احنا بننطلق وبنصل قصر الجمهوري، وأنه إذا وصلنا أو بيت علي عبد الله صالح، إذا وصلنا بيت علي عبد الله صالح عندك قوات خاصة عندك كذا كذا، هو يعلم الكلام أنه ستحصل مجازر. فأمر قال يكفي إلى هنا، خلوكم في جولة كنتاكي ولا تتجاوزوا جولة كنتاكي. حتى وصلوا الثوار إلى جولة كنتاكي، ركزوا خيامهم في جولة كنتاكي، إحنا في عنا أنساق قدامهم حماية لهم من جميع الجهات، سواء من الشارع المتجه إلى شارع صخر يعني الدائري، وشارع أيضا الزبيري المتجه إلى باب اليمن، في عنا أيضا حواجز أمنية. وتفاجأنا يعني طبعا هم هجعوا، حتى فيه كانوا قناصين في عمارة عذبان، عرفنا أنهم في عمارة عذبان وأردنا أن نقبض عليهم، لكن زمالتنا دائما برضو بتضرنا بعض الأحيان، قالوا احنا خلاص اسمحوا لنا نخرج وسلاحنا، وقلت اخرجوا بسلاحكم انتوا زملاء روحوا، قالوا على طول الساعة ان شاء الله شوية الساعة 10 يعني ما طلونا حتى رتبوا أنفسهم من جديد وبدأوا بقتل العساكر زملائهم، قتلوا ضابط اسمه حسين الجمر رحمة الله عليه رايد كان معنا في الحزام الأمني، قتلوه من عمارة عذبان قنص، وبدأوا في قتل المتظاهرين فعلا في جولة كنتاكي. قاومنا طبعا ذاك اليوم طول اليوم من الساعة 10 إلى الساعة إلى المغرب. طبعا تكونت في هذه المعركة، تكونت أسعفت إلى المستشفى، رجعت خلال 24 ساعة الحمد لله، لكن ما رجعت إلا وقد انسحبوا من جولة كنتاكي، فرجعنا إلى الحزام الأمني السابق وحافظنا على الحزام الأمني السابق. وكثير من الأحداث علمتنا، لكن الحمد لله يعني كنت حريص كل الحرص على أن لا يسفك دم يمني، سواء من الزملاء في الدم المركزي أو من المواطنين، لكن الأخوة كانوا يتلقوا أوامر وينفذوا أوامر كانت حقيقة غلط، يجب كان يجب عليهم أن لا من المواقف في هذه الليلة اللي وصلنا، أحد قائد الأمن المركزي أحد قائد الكتائب طبعا تفاجأت أنهم مسكوه العسكر، وكان يقول لهم لا تودوني عند المقاومة عند الثوار، ودوني عند الشدادي، لأنه عرف أنه أنا زميلة طبعا أنا دفعتي طبعا، تفاجأت الدولة عندي وإذا به فعلا زميلي، فطبعا عفيت عنه وقلت له أنا أطلب منك حاجة واحدة، أن تضوي بيتك تروح بيتك، بس ما أريد شيء، لا أريد نذبحك ولا نقتلك، إحنا بندور سلم احنا سلميين، أطلب منك واحدة أنت الله يكون في عونك، لكن أذهب بيتك. وفعلا ذهب بيته ولم يعد إلى الأمن المركزي إلى الآن إلى الآن. في ثورة 11 فبراير حقيقة هي منعطف تاريخي عظيم جدا، وكان لابد منها حقيقة، كانت لابد منها، لكن طبعا دارت المؤامرة عليها وعلي عبد الله صالح ومن معه، طبعا فكروا تفكير يعني جيد وخططوا تخطيط يعني محكم في إفشال الثورة. وأول ما بدأوا بعد ما سلموا السلطة لعبد الرب منصور هذه، أول ما اجتمعوا فعلوا خطة سموها خطة إفشال الدولة. إفشال الدولة طبعا هم معهم نص الدولة، كل من معهم يعمل على إفشال الدولة وعلى إفشال كل أعمال، على أساس أنه يقولوا ماذا أتت الثورة بماذا؟ أتت بالفشل، أتت بالخيبة، ما حققت لكم، كان سلام الله على عفاش. وفعلا فلما رأى أنها بتجاوز أن احنا بنتجاوز المرحلة هذه، برضه كان فيه جهود كبيرة وأن احنا بنتجاوز المرحلة هذه، فكر في التحالف مع الحوثي ودعا الحوثي للحرب. وأنا متأكد أنه علي عبد الله صالح هو من دعا الحوثي إلى الحرب ضد اليمن، على أساس أنه ينتقم من اليمنيين وينتقم من الشعب اليمني، لأنه أقالهم من السلطة واعتبره ثار، هو كان اعتبره ثار. إحنا الشعب اليمني سموح، الشعب اليمني عاطفي، الشعب اليمني يعني عنده قيم، عنده إخلاق، عنده حتى لو اختلف أنت وياه، لكن أن ينتقم من هذا الانتقام لا يمكن، إلا أن السلطة عندما تغرس في عقل بعض الناس تنسيه كل شيء وتتصور أنه كل ما يفكر فيه هو الصح وكل الآخرين هم الغلط،
وبالتالي استدعى الحوثي من صعده وفكفك الجيش وفكفك الأمن وفكفك المشايخ لأنه كان لازال يعني مخالبه في كل الأماكن، ولازال كانوا عناصره، وكانوا حتى المؤتمر الشعبي العام لم يكن كله مع عبد الله صالح، حتى إلى الآن الحرس الجمهوري لم يكن مع عبد الله صالح، كل الجيش لم يكن مع عبد الله صالح، إلا أنه ولتأثيره على شخصيات محددة كان لازال له نوع من الهيبة ولازال له نوع من التأثير. وبالتالي يعني استدعى الحوثي من صاده وسهل له كل شيء حتى وصل إلى ما وصل إليه. هذه ثورة 11 فبراير، ثورة التغيير حقيقي، ويعني فيها تضحيات جسيمة، والتآمر طبعا كان كبير عليها، ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، سيعود إن شاء الله كل شيء إلى نصابه. والله كلمتي لشباب ثورة 11 فبراير، مش ل 11 فبراير، للشباب أنهم لا يأسوا، أنه لازم يعيدوا التفكير جيدا، ويعني أن يعتبروا المقاومة الشعبية والجيش الوطني الموجود الآن هو امتداد لثورة 11 فبراير، وأن يهبوا هبة واحدة مع المقاومة، وأن يهبوا مع الجيش الوطني، وأن يجندوا أنفسهم في كل مكان، سواء في المكان في المحافظات المحررة أو في المحافظات التي لا زالت تحت سيطرة الحوثيين الإنقلابيين، أن يهبوا هبة واحدة، والنصر قريب، وأن لا يأسوا أبدا، وستعود لهم إن شاء الله ثورتهم المنهوبة المختطفة، وستعود لهم إن شاء الله كرامتهم وعزتهم بإذن الله عز وجل.